ارحب بحضراتكم مره اخرى وبجدد الترحيب بالدكتور عبد العزيز ادم، اخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحه. منورنا يا دكتور. أهلاً. سريعا عشان الوقت بيجري، هل المجتمع الريفي افضل صحيا للتنشئه وللحياه من المدن ومن الضوضاء اللي احنا بنشوفها؟ ما تقدرش حضرتك تاخدها مقياس انه بنفرق بين مجتمع ريفي او المجتمع الحضري، ولكن بشكل عام المعضلات اللي بيواجهها الشخص المقيم في الريف تختلف تماما عن المشاكل اللي بيواجهها الانسان المقيم في الحضر. نتيجة بعض المشاكل احيانا زيادة عدد الأسرة، بعض المشاكل الاقتصادية وهكذا، بعضهم مثلا ما بيمكثش فترة طويلة مع الأبناء، فما بقدرش اخدها مقياس. ولكن لو احنا بصينا لها في المجمل العام دايما المجتمع الحضري، لان دايما المعضلات والمشاكل اللي بيمر بها الإنسان والتحديات اللي بيواجهها بتكون اكتر خطورة من المجتمع الريفي للأسف. تمام، فده بيدي مؤشر اعلى شوية. هل في سلوكيات مرضية؟ يعني مثلا هبتدي بالجانب المضيء وحضرتك اللي اقترحته عليها بصراحة. تمام. الإيمان المبالغ فيه، الإيمان مطلوب جدا والالتزام مطلوب، هل هناك إيمان مبالغ فيه؟ الإيمان المبالغ فيه هو مطلوب تماما، لكن الإيمان المبالغ فيه ببعض الغيبيات اللي احنا للأسف احنا يمكن عندنا الكثير من الخلط بها. ندي مثال بسيط وهو ما أتكلم عنه اللي هو المس والسحر. السحر مذكور صراحة في آية 121 في القرآن الكريم اللي هي آية ملك سليمان، الآية الشهيرة. ولكن في نفس الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وذكر كيد الشيطان وفي أكثر من آية، وذكر صراحة إن كيد الشيطان كان ضعيف. الجزء ده الجانب الإيماني يعني يفتينا فيه أساتذتنا ومشايخنا في الأزهر الشريف، ولكن أنا عايز أتكلم عن الجانب النفسي. الجانب النفسي إيماني المبالغ فيه بأن السحر يصبح متحكما في حياتي، أول حاجة هو مخالف للإيمان الحق، لأن احنا ذكرنا أنه كيد الشيطان كان ضعيف، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. دي القاعدة الثابتة اللي لازم يعني أقم بها وأقر بها. طيب المشكلة بقى في لما يزيد فكرة الاعتقاد المبالغ فيه في السحر والمس، بيبقى بعض الناس بيعزي لي أي فشل يحدث في حياته وأصبح وكأنه شماعة. ودي لحضرتك أمثلة بسيطة، أنا عندي هدف أن أنا أوصل لترقية معينة ولم أبذل أي جهد في الشغل عشان أظهر كفاءتي، وبالتالي لم أحصل على هذه الوظيفة من الأساس أو حتى هذه الترقية، وأجي أقول لك لا ده في حد حسدني، ده في حد بصلي، أجي أقود العربية بشكل يعني عشوائي وبشكل مستهتر جدا، ولاقي نفسي أصبت بحادث، العربية اتخبطت أو لا قدر الله حصل حادث خطير جدا، يقول لك ده خد عين. أول سؤال يقول لك ده أول يعني حاجة، وإن احنا دايما بنتطوع يقول لك معلش خد عين، أنت ما حصنتش نفسك. السحر موجود والحسد موجود ومذكور، ولكن ليس بالقوة اللي هو ممكن يدمر حياة الإنسان إلا إذا أنا في داخلي صدقته. مستسلم وصدقت بشكل مبالغ فيه، وهي دي النقطة الخطيرة. ودايما أي حاجة بمشكلة بتحصل في حياتي أتهم نفسي بالتقصير وأشوف إيه المشاكل وإيه اللي كان لازم أعمله وما عملتهوش، وإيه الشيء اللي قصرت فيه وكان يجب أن يكون بشكل مختلف قبل ما أعزي هذه المشاكل وهذه السقطات للغيبيات المتعلقة بالسحر والمس. في مشاكل مش قادرين نتخلص منها، يعني احنا في البداية كنا بنقول ان الطب النفسي سبة او المريض النفسي بيبقى خايف من المجتمع. على فكرة في مداخلات كتير جدا بتجينا دلوقتي، وفي اسئلة بتتكتب لي على الصفحة، ولو تسمح لحضرتك مش عايزين ندخل بنفسه، انا عايز اعمل مبادرة يعني في اخر اللقاء هنقول المبادرة. هم يعني الناس اللي عنده مشكلة اتصل بيسيبها مش عايز يدخل بنفسه حتى هو مش معروف مين. يعني من ضمن الاتصالات سيدة بتقول لك انا بقالي 24 ساعة ما نمتش، قلق دايم، مش جاي لي نوم، في صداع، ده مرض نفسي؟ لا، ما اقدرش اعتبر مرض نفسي الا لو كان فعلا في مشكله عارضه وبتتكرر بشكل مستمر. يعني لو مثلا السائله هي في طبيعه حياتها ان هي بتنام 8 ساعات او حتى 6 ساعات في اليوم، من 6 ل 8 هذا امر كافي، لو قل عن كده بتبقى مشكله، وبرضه على فكره لو زاد عن كده فهناك مشكله. بعض الناس يقول لك ده بينام كتير، ده صح، بس انا بنام 4 ساعات طول عمري. يعني لو حضرتك معتاد عليها يكاد يكون الأمر في إطار الطبيعة طالما أنت معتاد ومتعايش بيها، ولكن احنا بنتكلم في المجمل العام. أيوة. من 6 إلى 8 ساعات ده النورمال للأشخاص اللي هو يعني أغلبية البشر. لو أنا قادر أتواءم مع يعني ده حالة زي دي لازم يكون لها فحص.
هنا لازم يتم الفحص في حال تكرار المشكلة وهي حاسة إيه المشكلة اللي هي مرت بيها، هل ده نتيجة هنا صدمة، هل نتيجة مشكلة ما مرت بيها، إلى أن يتم نفسها الفحص. في مشكلة كبيرة بقى إن أنا ابتدي أجتهد واروح للصيدلي واقول له اديني مهدئات عشان انام، يا ريت بعد ما باخد قرص بعد ما باخد قرص ممكن بعدها باسبوعين بقى قرصين وبقى الجرعه بتزيد. اشرح لي ده اخطر نقطه، ودي من النقطه اللي اتكلمنا فيها في تصحيح مفاهيم العلاج النفسي في مجتمعنا بما فيها قلنا سبه العلاج النفسي، ودي نقطه يمكن تكاد تزيد عنها خطوره اللي هي تناول العقاقير النفسيه، المهدئات، المنومات، المثبطات، اي حاجه تندرج تحت فكرة العلاج النفسي لو أنا خدتها دون استشارة الطبيب الأمر خطير جدا. الأمر أحيانا ما بيروحش للصيدلي حتى، عايز أقول لحضرتك أحيانا واحد زميل أنا شايفك على فكرة ما بتنامش، طب ما تاخد البرشام. أنا شخصيا كأخصائي نفسي في ناس عرضت عليا اللي احنا المواصلة طويلة كنا رايحين مكان ما، خد دي أنا باخدها وبيعرضها عليا. قلت له يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده أخطر ما يكون. مشكلة هذه الأدوية إيه؟ أولا بتتعامل مع المخ مباشرة، أضرارها الجانبية خطيرة جدا إذا تم استخدامها دون وعي ودون استشارة الطبيب. الأخطر من كده أنه أحيانا بيتم أخذها بشكل عشوائي، بعض الأدوية النفسية لو ما تعملهاش withdrawal أو سحب من الجسم بشكل تدريجي بتأدي المشكلة أخطر من المرض النفسي ذاته. يعني بعض الناس بيبقى ماشي زي الفل، عنده مشكلة نفسية، عمل الواجب اللي هو راح للطبيب، الطبيب كتب له أدوية، بينه وبين نفسه كده حس أنه هتحسن، لا خلاص أنا مش محتاج أدوية، أنا من الصبح هوقف، وقف الأدوية، تحصل له انتكاسة عايز أقول لحضرتك أخطر من المرض اللي كان عنده قبل كده. صح. ليه الطب النفسي؟ يعني شوف احنا بنتكلم في ده وبرضو ده لغاية حالا الناس بتتصل وخايف، هل مثلا صورة الطبيب النفسي نفسه من خلال الدراما اللي احنا شفناها صورت الطبيب النفسي غلط؟ يعني يا إما قاعد بيسمع ويسجل يا إما هو نفسه في حالة غير طبيعية، فدي كانت صورة سيئة جدا عن الطب والطبيب النفسي. أحد يعني عايز أقول لحضرتك هو الأساس في نقل هذه الثقافة كانت الدراما، وتناول أولا تناول الدراما الحاجتين، المريض النفسي ده الشخص اللي بيجلب الفكاهة اللي هو عمال يقطع هدومه ويقطع بدلته ويصبح اللي هو ناكش شعره بشكل سواء في مسرحية أو عمل حتى تلفزيوني وأحيانا يصل إلى بعض المسلسلات كمان، فانت بتشوف هو ده شكل المريض النفسي، انا جايبه بصوره فكاهيه عشان ده الطبيب عشان يضحك، وبعد كده بلاقي الطبيب نفسه، لا ده الطبيب نفسه بعد كده بيدخل، يعني جاب المريض النفسي في الصوره دي. الطبيب النفسي ما بيجيبش طبيب نفسي الا نادرا بيكون سوي، نادرا صح، بيدخل مثلا طبيب نفسي تلاقيه قاعد مع المريض او هو له بعض اللازمات المضحكه اللي هو بيعمل حركات معينه للاضحاك، هل ده صوره الطبيب النفسي اللي انت عايز توصلها؟ النقطه الاخرى حتى في الاعمال الجاده تيجي تلاقي البطل انت انا حاساك مش كويس، مراته بتكلمه او صديقته لازم تروح تقول له انت عايز الناس تقول عليا مجنون، انت اروح لدكتور نفسي. طيب دخلنا لحاجه ثانيه في المجتمع بقى مهمه قوي النهارده، الكذب. هل الكذب بقى عاده ولا هو مرض ولا سوء اخلاق؟ الكثير من المشاكل الاخلاقيه بعض الناس يعزيها الى المرض النفسي، وده خطأ وخلط شديد جدا، وكأني بقول ان الشخص الكاذب والمعتاد على الكذب يقول لك والله ده معذور، او هو بينه وبين نفسه بيقول انا معذور لان انا ده نوع من المرض. وبعض الحالات كان بيلجأ لي، عايز اقول لحضرتك انا كنت بواجهه لان لازم الاخصائي النفسي اواجه ويصفع الشخص اللي قدامه عشان يفوق، قال له انت لا تعاني من اي مرض نفسي ولا اي اضطراب نفسي، والكذب المعتاد اللي انت وصل ان الناس كلها ما تثقش فيك ده نوع من انواع الانحدار الاخلاقي، شيء انت جبلت عليه او تعودت عليه. الكثير من الناس مثلا بيأكل المال الحرام ويستحل هذا الأمر، هل أقول ده مرض نفسي يا جماعة واعذروه، ده راجل واحد بيتقاضى رشوة أو بيأخذ ما ليس له بحق أو يأكل مال يتيم أو يأكل مال أشخاص، في مرض نفسي. في السرقة وممكن يكون الإنسان ده غني جدا بس هو بيسرق، دي بعض الحالات تمام عند حضرتك، دي بيسموها OCD أو Obsessive Compulsive Disorder أو حاجة اسمها الوسواس القهري المتعلق بالسرقة اللي هو السرقة القهرية، دي فعلا، ولكن دي حالات نادرة جدا وبتحصل نتيجة، ويمكن تناولها بعض الأعمال الدرامية، أنه بتحصل نتيجة لبعض الضغوط النفسية، وأن الشخص فعلا بيسرق حاجة هو مش محتاجها، هو واحد مليونير مثلا وقاعد في فندق، إيه اللي هتفيده شوكة لما ياخدها يحطها في شنطته ولا معلقة، بس هو خلاص أصبحت هناك حاجة ملحة أنه ياخد الحاجة دي ليشعر بإرضاء لحظي زائف،
وهنا دي تأتي دور الطبيب النفسي. بس دي كمان بتحصل في الطفولة، يعني ممكن تلاقي طفل في المدرسة بياخد حاجة من زميله، دي تتعالج ازاي؟ لا لا ده في غير الطفولة. انا عايز اقول لحضرتك اول كلمة انا بقولها للي بيبقى مريض، بتقول اول سؤال بنسأله ايه؟ عشان كده بدأنا بالطفولة، احكي لي طفولتك كانت ازاي. عشان كده زي ما حضرتك تفضلت، هي بدأت معاه بالطفولة وبعد كده لم يتم معالجتها وهكذا. فنتناول ده ازاي؟ اولا لازم انا كأسرة ببقى رقيب على ابني، لو حصل اي تصرف في سلوك مشين ايا كان، كذب كان الامر يتعلق بالسرقه، لازم انا اوضح له. وفي نقطه عندنا برضو خطيره جدا يا استاذ سامح في التعامل مع الاطفال، احيانا بنستهين بعقليه الطفل، بعامله كانه شخص غير ناضج، وباجي اقول له اي كلام لمجرد ان انا بس بوجهه، ما بعملوش اناليسز او نوع من التحليل انا بنصحك لده ليه. لما اجي اتعامل مع الطفل اتعامل معاه كشخص ناضج لسبب بسيط جدا، لو هو ما استوعبنيش في هذا السن كل كلمه انا قلتها له هترسخ في ذاكرته وهيفضل يفتكرها، كل ما بيزيد نضجه بيبدا يحلل ده. وحضرتك ذكرت لي امثله يمكن من الطفوله انت تتذكرها، وانا في الكثير من الامثله في الطفوله انا بتذكرها، وتذكر كلام والدي رحمه الله رحمة بتفصيله الله. فهنا ده الامر اللي احنا بنتكلم فيه، انه عندما الاحظ اي سلوك يطرا على ابني، وده عمري ما هلاحظه على فكره وانا منعزل عنه، خلينا نتفق ان التعاطي والتعامل مع الاطفال في هذه الفتره فيها يعني فيها فجوه خطيره جدا بيننا وبين الابناء. فلما اجي اقربه منه وجدانيا وراقب تصرفاته واشوف هذه التصرفات المشينه وابدا احللها له ونحط خط تحت كلمه بنضج كانه شخص ناضج، واشرحها له واشرح له عاقبه ذلك حتى من الجانب الديني والروحاني ومن الجانب المجتمعي انه هيبقى شخص منتبذ ولن يعتد به، ساعتها فعلا هبدا اخلق نشء صحي. الشيزوفرينيا هل بتختلف عن الاكتئاب؟ لا دي حاجه ودي حاجه دي مختلفة. يعني مثلا انا على على انا اعرف ان انا اقابل مع شخص يعملني كويس جدا جدا، بس ممكن بعد ما يديني ظهره يبقى يبتدي يتغير 360 درجه. لا الشيزوفرينيا هي نوع من انواع الشخصيات، كانها شخصيات متعدده داخل الشخص. فانت بتشوف هو ده مرض يكاد يكون ان هو في ظروف معينه بيظهر بشخصيه ويظهر بشخصيه اخرى مع اختلاف الظروف، حتى ما هياش زي ما بيتناولها بعض الاعمال الدراميه ان هو بالليل بيبقى حاجه لا هي ملهاش كده، هو في ظروف معينه مثلا في هنا في الشغل بيبقى بشخصيه، في البيت شخصيه مختلفه تماما، قد تكون هنا سلبيه وهنا ايا كان يعني. ولكن الاكتئاب دي حاله بتصيب الانسان تشعره بالانفصال عن تمام. العالم بتشعره بأنه هو ده بينفصل، ما بيبقاش عنده هو شخصية واحد ولكن لا يعني ينفصل تماما عن العالم. وفي نقطة تانية أنه هو ما بيبقاش عنده أي إحساس بأي لذة. آسف أن أنا بقطعك بس الوقت بيجري. الإدمان هل الإدمان المفروض بيبقى فيه علاج نفسي بالإضافة إلى العلاج الكيميائي؟ لما نيجي نتكلم على الإدمان وإحنا مغمضين كده، إدمان يساوي مصحة، مصحة للعلاج النفسي بدون يعني أي فلسفة وبدون أي تعقيدات، مصحة للعلاج النفسي. للعلاج النفسي، وهي بيبقى فيها جزء، أي مصحات العلاج النفسي بتبقى هي حتى بيسموها العلاج النفسي والإدمان، بيبقى فيها جزء للمدمن. لأن المدمن أنا مهما اديت له من عقاقير ومهما اديت له من توجيهات وهو مقتنع، لأن هو جاي له عشان يكشف عشان إيه؟ عشان هو مش حابب يستمر في الإدمان، ولكن هذه الرغبة الملحة بداخله للحصول على المخدر نتيجة دافع قهري بداخله من خلال المخ ومن خلال الرغبة، عمره ما هيوقفها إلا من خلال اتباع نظام صارم جدا ودقيق بالثانية. عايز أقول لحضرتك بيصحوا بالثانية، بيأكل بالثانية، بيناموا في لحظات يعني في وقت معين بيناموا فيه، بياخد بعض التمارين ويروح الجيم في لحظات معينة. فإدمان يساوي مصحة، ما فيش حاجة اسمها علاج إدمان بعيدة الحاجات اللي هو بيصل فيها طبعا لمرحلة خطيرة من الإدمان المواد المخدرة. فيش حاجة اسمها أن أنا بدي له أدوية وبيشفى بدون اللجوء للعلاج في المصحة. هل الإدمان مخدرات فقط؟ ولا في انواع اخرى من الادمان ممكن نكون كلنا بنمارسها بدون ان نشعر؟ هدي لحضرتك مثال للادمان اللي احنا احيانا بنعتبره ادمان يعني لفظ مجازي، احنا بنقول الشخص ده لفظ لكن هو ادمان حقيقي، ادمان مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الامر انتشر، واكثر من 30% من مستخدمي الشبكه العنكبوتيه وصل الى مرحله الادمان، وهو ما يوازي مثلا اكثر من 800 مليون بني ادم على مستوى العالم. بيعمل ايه عشان سموه ادمان حقيقي؟ قال لك لما بتيجي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من 54 ساعه في الاسبوع، حوالي يعني مثلا 5 ساعات أو أكثر مثلا في اليوم، فبتيجي يكون هناك رغبة ملحة من المخ أن أنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أنت أحيانا بتفتحها بدون هدف،
ولكن هناك المخ بيفرز بعض السوائل الكيميائية. شوف الأمر هنا إدمان، ده الإدمان يعني إما الشخص بيتناول مواد كيميائية بشكل مباشر أو يحفز المخ على يحفزه على إفراز هذه المواد الكيميائية، وبالتالي بتبقى في حاجة لها. زي برضو إدمان بعض المواقع، إدمان بعض اللي هي الحاجات اللي جدت علينا، كل ده يعتبر صورة من صور الإدمان. وفي مصحات، اللي عايز أقول لحضرتك هناك مصحات في أوروبا دلوقتي لعلاج إدمان الإنترنت. تتخيل حضرتك إنه عامل مصحة وحطيت له برضو نظام سيارم، ده بيتعامل معاك إدمان للرياضة. ممكن واحد يقعد يتفرج على مشاهدة ماتشات كورة كتير جدا، إدمان أشخاص وعلاقات ممكن تكون بتضيع وقت وعمره. علاقات اسمها علاقات سامة، عايز أقول لحضرتك علاقات سامة. يعني علاقات سامة دي أحد المشاكل النفسية، اللي هو إيه العلاقة السامة بالمختصر كده؟ أنا شايف الشخص ده بيؤذيني ويقتلني نفسيا ومصر على الارتباط بي، وتناولوا على برضه في أحد الأعمال بشكل جيد الحقيقة، اللي هي أنا مش فاكر الممثلة، ولكن هي ألقت بنفسها عشان تثبت له أن هي من دي اسمها علاقات سامة، لأنها علاقات مضرة ولكن في تمسك بيها. لأنه عارف هو سامة ليه، لأنه عارف ومتأكد تماما أن هذه العلاقة مضرة بي، ودي بتحصل كتير في فترة الشباب، ولكن أنا مصر عليها ومنقاد ليها دون وعي ودون. ممكن يكون عارف الإنسان اللي قدامه ده بيستغله، بيبتزه عاطفيا، بيعرف كويس بيستفيد من وراه، ولكن هو مستمر حتى في علاقات الحب بيبقى حاسس كويس ان هو ما بيحبنيش، ده انا شفته او شفتها مع حد تاني او هي مرتبطه بحق او حتى اعترفت له بشكل، ولكن انا منقاد لهم. طيب. او لها بشكل. عاوز في الختام كده افرح الناس ان في مبادره حضرتك عاوز تعلن عنها. انا حابب اعمل مبادره قد تحل اشتباك خطير جدا، وهو ما يتعلق باخطر موضوع بيتعلق بالعلاج النفسي، وهي سبه العلاج النفسي او الخجل، خلينا نسهلها، الخجل من الذهاب للاخصائي النفسي. وانا الحقيقه بدات بيها بشكل شخصي. هذه المبادره هنسميها 100 مليون صحه نفسيه، يمكن نفس الحمله اللي اطلقها السيد الرئيس من عامين. احنا هنعمل نفس، احنا بنتعلم من مبادرات السيد الرئيس، ناخد وهي طب تتنفذ ازاي 100 مليون صحه؟ انا جاي لحضرتك هنعملها ازاي، لان انا دلوقتي طب احنا بنتكلم عن الشعب المصري باكمله، وهذا الشعب والشعب المصري باطفال بكبار، وفعلا احنا لازم نتولى الاطفال زي ما بنتناول الكبار. هنعمل ايه؟ هنعمل موقع اونلاين هنسميه هذا الموقع 100 مليون صحه نفسيه، وياتي الكثير من المتطوعين الشرفاء من الأخصائيين النفسيين. وأنا عشان كده بقول لحضرتك أنا بدأتها أن أنا فعلا عامل موقع عندي، وببدأ أتواصل مع الحالات بشكل مجاني تماما، ما عمري ما تقاضى أي ممكن تقول الموقع دلوقتي؟ الصفحة بتاعتي اسمها الصفحة الرسمية للدكتور عبد العزيز آدم. عايزين نتواصل مع هذه المبادرة، يعني لو حضراتكم سجل الناس اللي عايزة تفيد المجتمع، عايزة يكون لها دور، نشترك في هذه المبادرة ونفعلها. لا المبادرة لا، اللي أنا عايز أعملها دي بدأتها أنا بشكل، اللي أنا عايز أعملها حاجة تتبناها مؤسسات الدولة أو وزارة الصحة المصرية. الحقيقة الكثير من المبادرات اللي احنا بنفخر بيها يتعمل موقع، حاجة يبقى موقع خاص بعيد عن الفيسبوك أو الأمور دي، يبقى فيه سرية كاملة، بيبقى بمنتهى البساطة فيه الأخصائيين النفسيين، مين عايز يتطوع بنعمل لهم بس سكان، نعرف نتأكد أن ده أخصائي نفسي، بنشوف السي في وبنسجله، ويجي كل ما هو عنده مشكلة نفسية بيتواصل بشكل بيسموه أنونيمس أو بشكل مجهول. فهنا زي السرية تأمة وعشان نحافظ عليهم، وللأسف برضو هنرسخ ان العلاج النفسي لا هي بس هدخل انا كعبد العزيز عايز اتعالج، مش هقول له اسمي، مش هيطلب مني بيانات. بشكر حضرتك وللأسف وقتي خلص. يعني دكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة، بشكرك شكرا شكرا لحضرتك. صباح الخير.